أكون أستاذ، لأنه المعلم أو المعلم بيعلم الطلاب حتى يصير اللي بدهم إياه. أنا بدي أولادي يتعلموا ويتخرجوا من الجامعات ويكون مستقبلهم أفضل. يعني أنا بتمنى أحبش أولادي يعانوا المعاناة اللي أنا عانيتها. بدي إلهم الراحة، بدي إلهم السعادة. أنا بدي أشوف أولادي أحسن الناس. يعني نحط جطاط ونحط بطانيات يمتصن المي، يعني ما كان بيت نهائيا، كانوا كل فترة والتانية بناتي يمرضن. الحمد لله هسه لا. كيف لما ارجع راح اعبي حالي مي بالدار واعبي ترباتي واعبي حالي مي وراح امرض يعني بالدار. بصحى الصبح بدي اروح على المدرسة بلاقي كل باتي كله مي. من بين كل 10 عائلات تقدر تطولي من 4 إلى 5 عائلات عندهم أمراض صدرية نتيجة مثلاً المسكن بيكون كتير بارد. أنا يعني ابني من لما كان عمره 4 أشهر هو عنده ربو، خلص ما عاش في مجال، يعني الدكتور قال ضروري يتغير البيت، ضروري يتغير البيت تاني. فكان الحل الجذري إنه الأحمد ينتقل يعيش مع أمي وأبوي. أكيد صعب علي، إني أنا نفسي كان ابني ينام بحضني. The RAPAC program is addressing the needs of Palestine refugees in and around 8 camps in Lebanon, Jordan and Gaza Strip, with a total funding of 100 million euros since 2011. Our job is to provide the humanitarian and development assistance Palestinian refugees require until such a time as there is a solution. اللاجئ الفلسطيني زي ما قلت لك بتطلع على الأنروا كرمز بالإضافة للخدمات اللي بتقدم له إياها، كثير بهمه استمرار عمل الأنروا. زمان كانت تيجي المشاريع تيجي فرض تفرض على الناس إنه خلص هذا اللي بدك إياه. The overall objective of the REPAC program is to improve the living conditions and social and economic infrastructure in Palestine refugee camps by applying participatory planning approach. Talk with people, not about them. They know best what their priorities are. That is a principle of German support, and REPAC is a prime example in this regard. The participatory approach through involvement of the community is very important for KfW because it ensures that with our measures we reach the demands and we meet the demands of the community in the Palestinian refugee camps. عرفتي كيف؟ لا لقيتي نتيجة للمحاضرات اللي حضرتيها، للكلام اللي حكيتيه أنت وغيرك، لقيتي في نتيجة على أرض الواقع. Through REPAC, every one of the camp residents have the equal opportunity to apply for intervention or for his house to be rehabilitated. حسيت قديش أنا كسبت، يعني كانت فرحتي ما بتوصف. حتى صحباتي لما يجن علي بحكوا لي وين كنتي وين صرتي. الوضع ما شاء الله اختلف كليا. للعلم، لانه العمار هذا مش انا اللي استفدت، كمان اذا بدك تطلعي على الافاده اللي انا استفدتها، استفاد المقاول، استفاد القصير، استفاد البنا، استفاد على مستوى تاع المطعم اللي ببيع فول حمص استفاد. كنت ناخذ اول شيء صحن فول على سبيل المثال، هسه باخذ 4 صحون 5 صحون. الكل استفاد ما شاء الله، هذا من كرم الله كويس. مشروع ريباك رح يدعمنا انه نعمر بيت جديد، خلص اتامن انه انا ابني نايم بتخته وعندي وبحضني. أنا اسمي نور، عمري 11 سنة، عايشة بمخيم الطالبية في الأردن. لما بنينا الدار وصارت أمورنا أحسن بطل في مشاكل، كل إشي صار أحسن.
قبل لما كنا نروح عليها ما كنا نشعر انه احنا بندرس، اما الحمد لله لما تحسنت صار في مكان انه ندرس فيه وصارت الغرف واسعة وبنشعر بالدفء. بحس بالفرح لاني راح اجي بالمعلمات وصحباتي نتعلم بشكل احسن. انا اسمي احمد، عمري 10 سنين، عايش بمخيم الرشيدية مع اهلي بالبيت. انا لما اروح على الملعب بحس بحرية كبيرة وانه ولا حدا عم بتحكم فيني وانا حريتي. حتى نحن كأهل يعني كان منفس لإلنا، فبتضطر هون لما انفتحوا هذا الدار كانوا كتير احنا كنا مبسوطين اكثر انه هول المسنين ما عاد يبقوا لوحدهم، ما عاد يضلوا لحالهم. والله عمري طلعت من فلسطين واحد وزراي على المركز قاعدين وناس تجي والناس روح وناس تلعب شدة وناس قاعدين. الحاج حافظ يعني بيعتبر انه هذا بيته الثاني. سابقا المخيم كان وضعه مأساة، الشوارع كانت مش مزفلة زي اليوم، الشوارع كانت طينة، المخيم كان عبارة عن أسبست بيزلف عليك مطر في الشتاء. هسا الأرض ما شاء الله مزفلة والأرض ما شاء الله مرتبة، تقضي حاجتك تروح على الوكالة تروح على السوق تروح على مدرستك تروح على مجال عملك. الآن الوضع الحمد لله ممتاز، عشان صار عندنا يعني العريشة والمعرشة صار ممتاز جدا، بمنع عنا المطر بمنع الثوب، لا ممتاز يعني الناس الآن أريح لهم، صار يجوا الناس يعني حتى في الشتاء بيجوا. يعني أنا بشكر المشروع على الخدمات اللي قدمها لإلنا ولأولادنا. يعني بصراحة هو الرباك حطنا على درجة السلم الأولى وخلانا إحنا نتخطاها عشان نقدر نطلع للتاني. اللي صار شيء كتير منيح، بس بعده الواحد بيطمح للأحسن. يعني بدنا نعيش زي الناس، يعني بدنا الأطفال يكونوا يعيشوا زي الناس أطفالنا.